الصورة التي تشاهدونها الآن هي لأحجار كريمة تسمى حجر الزفير. هذه الأحجار، هناك أحجار كريمة أخرى مثل الياقوت والألماس وغيره. نحن نقوم بإنشاء بالعمل كشبكة مستقلة، يعني كل شخص يكون مستقل داخل الشبكة. نسوق هذه المنتجات، نبيعها أحيانا للشركة، أحيانا نبحث عن أشخاص لديهم نشتريها من عندهم ونأخذ عمولات. أيها الإخوة، الربح مضمون في هذا العمل، والربح في هذا العمل بين أمرين: إما أنك ستكسب بعض يعني المال لتعيش به، مال حلال تتعفف به، تدفع به فقر الحاجة، وإما أن تصبح شخص غني جدا. لنقل أن هذا الاحتمال 5%، لنقل 10%، لنقل 1%. فأن تشتغل عملا تكسب منه بعض المال وتكون عندك فرصة لتصبح لديك الكثير من المال، خير من عمل تربح فيه القليل من المال طول حياتك وليس لديك ولا 1% لأن تكسب الكثير من المال. في آخر الفيديو ستجدون رقم هاتفي والواتساب، تواصلوا معي لمن يريد أن ينضم لشبكة مركز الأحجار الكريمة. وشكرا، والسلام عليكم.